رئيس شركة كهرباء زحلي أسعد نكد يعرض على البطريرك صفير مشروع الشركة النموذجي لمد منطقة زحلي وجوارها بالكهرباء 24 ساعة يومياً. أطلع رئيس شركة كهرباء زحلي أسعد نكد البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير على المشروع النموذجي الذي تعمد الشركة لتطبيقه في زحلي، وذلك خلال زيارته الصرح البطريركي في بكركي. قدمت مشروع للبطريرك سفير بحل مشكلة الكهرباء بمنطقة البقاع، يعني ما يقارب 250 ألف نسمة. نقدر نعطي لهم كهرباء بعد 3 شهور 24 ساعة ل 24 ساعة بفاتورة أقل من الفاتورتين عم بيدفع المواطن اللبناني بكل لبنان. يعني اليوم بكل لبنان المواطن اللبناني عم بيدفع فاتورة لكهرباء لبنان أو لشركة كهرباء زحلي وفاتورة للمولد. الفاتورة للمولد البطريرك صفير أمل أن يصار إلى تعميم المشروع في كل لبنان، وقدم نكد البطريرك صفير صورة عن مدينة زحلي تتلألأ ليلا بالأنوار، وبدا فيها تمثال السيدة العذراء مضاء من قبل الشركة، كما قدم له تذكارا للسيدة العذراء.